بمشاركة نخبة من المتسابقين من الكويت وعدة دول أخرى، انطلقت فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الكويت للراليات 2018، وتختتم فعاليات البطولة بالجولة الخامسة والتي ستقام غدا السبت بتتويج المتسابقين الفائزين في الجولتين. مدير لجنة الرالي في نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات مشاري السبتي أشاد بدور الهيئة العامة للرياضة في دعم النادي لاستقطاب محبي هذه الرياضة من الشباب، واصفا التعاون بين النادي والهيئة بالبناء والفعال والذي أسهم في تطوير رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت مظلة النادي تحقيقا للأمن والسلامة.